مولود الحما نصيحتي لإلك لهالشهر ما تقوم بأي خطوة أنت منك متأكد منها، لأنه الخسارة موجودة بأرقامك الفلكية. مولود الثور عندك رزق، فاكتوب كل شيء على الورقة والقلم، لأنه قلمك بيدلك على شو لازم توصل، على أي هدف بتصوب عليه. مولود الجوزاء ما توثق بكل اللي حواليك، لأنه مش كل اللي حواليك هني أصحابك. السرطان دايما خلي ضحكتك على شفافك، هي بتجذب كل اللي حواليك وبتعطيك كاريزما. مولود الأسد ما تخوف كل اللي حواليك، لأنه في شيء رح يكون مفاجئ لإلك، خليني ما أنه لإلك. العذراء دايما حط العطور اللي هي على الورود الشجر ببيتك، لأنه بيعطيك رزق وبيعطيك فرحة كبيرة. مولود الميزان دخل السمك على بيتك كل يوم أربعة لحتى يدخل رزق. مولود العقرب قبل ما تقدم على أي مشروع دايما خد يوم الثلاثة ويوم الخميس بيتم الأمر عندك. مولود الكوس مش كل شيء بيلمع ذهب، ما تصدق كل اللي حواليك، لأنه كل اللي حواليك كذابين. مولود الجدي أنت قلبك طيب كتير، يا ريت تخلع هالطوب الخجل وتلبس الطوب الذئب وتبين بقى حقوقك. مولود الدلو رح تطالب بوراق قانونية، فطالب فيها هلا لأنه بعدين رح تروح منك. مولود الحوت حب من أول جديد، ما تنطر الماضي، صفحاته انطويت وطويها أنت بإيدك.